السلام عليكم. إن شاء الله هنراجع على منهج أولى ثانوي الترم الثاني من خلال حل امتحانين على كمية التحرك. الامتحانات دي من كتاب نيوتن مراجعة نهائية. هنعرض الأسئلة وبعد كده نبدأ الحل بإذن الله. تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول إيه. سيارة كتلتها 2000 كيلو جرام، يبقى نكتب إن الكتلة عندنا بـ2000، يبقى الام بـ2000 كيلو جرام، مش محتاجة تحويل عشان الكتلة بوحدة الكيلو جرام، ده النظام الدولي. تتحرك بسرعة، معاك السرعة 35 متر على الثانية، برضو مش محتاجة تحويل. فعايز كمية التحرك. كمية التحرك رمزها بي، بتساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة، يبقى الام في الفي. الام اللي هي بـ2000 والفي اللي هي بـ35، هيطلع الناتج 7 × 10^4 كيلو جرام في متر على الثانية. يبقى انت عندك هنا الإجابة هتكون رقم ج. سؤال بعده. كرة كتلتها 1/10 كيلو جرام تسقط سقوطا حرا، يبقى احنا معانا الكتلة بـ1/10 كيلو جرام بالوحدة الدولية، تسقط سقوطا حرا من ارتفاع 12 متر. طيب هي دلوقتي الكرة هتسقط، كلمة تسقط ده معناه ان السرعة الابتدائية بصفر، من ارتفاع، الارتفاع ده قد كام؟ 12 متر. عايز كمية التحرك. قبل ما اكمل، كمية التحرك الكتلة دي في انهي سرعة؟ ما هي لو وصلت الكرة لهنا هيبقى ليها سرعة، ولو وصلت لهنا هتبقى ليها سرعة مختلفة، ولو وصلت لهنا هتبقى ليها سرعة مختلفة. فهو لازم يحدد النقطة اللي هيبقى عندها كمية التحرك المطلوبة. فهو كاتبها فعلا كمية تحركها لحظة ملامستها للأرض. لحظة ملامستها للأرض الكتلة مش هتتغير، ولكن السرعة هنا المطلوب أجيب السرعة النهائية. لحظة ما الكرة تلمس الأرض هتبقى دي السرعة النهائية للكرة. فلو أنا جبتها وضربت السرعة دي في الكتلة دي هيبقى معاك كمية التحرك لحظة ملامستها للأرض. طيب يبقى أنا فهمت المطلوب. معانا الكتلة، عايزين نجيب السرعة النهائية للحركة دي. السرعة النهائية هجيبها من معادلة من معادلات الحركة. السرعة النهائية موجودة في المعادلة الأولى وموجودة في المعادلة التالتة. هستخدم أنهي معادلة؟ هستخدم التالتة علشان معايا مسافة ومش معايا زمن. فهقول الـ VF تربيع بتساوي VI تربيع زائد 2GD. الـ VF بكام؟ ده اللي احنا عايزين نحصل عليه. طب والـ VI سقطت، يعني الـ VI بصفر، وبالتالي مفيش داعي إن أنا أكتبها ولا الزائد. ندخل على التعويض بـ2GD على طول، أدي 2 والجي بـ9.8 والدي المسافة اللي هي 12 متر. طبعا أنا لو ضربت المقدار ده هيبقى معايا الـ VF تربيع، أنا عايز الـ VF بس. يبقى ناخد الجزء، يبقى أنت عندك هنا الـ VF هتطلع 15.3. بعد ما جبت الـ VF نجيب بقى كمية التحرك. نقول كمية التحرك هتساوي حاصل ضرب الكتلة اللي هي 1/10 في السرعة النهائية اللي هي 15.3، هيطلع معاك الناتج بالتقريب 1.5 كيلو جرام في متر على الثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. السؤال اللي بعده. كرة تنس كتلتها، يبقى انت معاك الكتلة عبارة عن 6/100 كيلو جرام بالوحدة الدولية، تتحرك بسرعة 12 متر على الثانية، يبقى السرعة 12 متر على الثانية برضو بالنظام الدولي. تم ضربها بمضرب فارتدت في الاتجاه المعاكس بسرعة تانية، يبقى دي السرعة اللي في الحالة الأولى ودي سرعتها في الحالة التانية لما ارتدت بسرعة كام؟ 18 متر على الثانية. يكون مقدار التغير في كمية التحرك ايه؟ الكرة مشيت على المضرب وبعدين ارتدت تاني. طيب ايه اللي اتغير؟ ما تقوليش كتلة كرة التنس اتغيرت، لان كرة التنس وهي رايحة ككتلة هي نفسها ككتلة وهي راجعة. امال ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير السرعة. السرعة في الأول كانت بـ12 بس زادت لما المضرب ضربها اديتها ده سرعة كمان، فأصبحت سرعتها لحظة الارتداد 18 متر على الثانية. طيب دي السرعة الأولى ودي السرعة الثانية، يبقى كده معناها إن السرعة اتغيرت في المقدار وكمان اتغيرت في الاتجاه، بس هو ما قالش ليه؟ لأن السرعة وهي رايحة لو خدت إشارة موجبة تبقى وهي راجعة تاخد إشارة سالبة. طب إيه المطلوب؟ عايز مقدار التغير في كمية التحرك. يعني إيه؟ يعني في عندك كمية تحرك أولى وفي عندك كمية تحرك تانية، هتجيب الأولى وتجيب التانية وبعدين تطرحهم من بعض عشان يبقى معاك التغير. طيب تعالى نجيب كمية التحرك في الحالة الأولى.
هنقول ام وام في في واحد، الام اللي هي 6% في السرعة اللي هي 12، هيطلع معاك 72%. طب وكمية التحرك في الحالة التانية هقول ب2، عبارة عن الكتلة اللي هي هيها 6% بس السرعة مش هقدر اقول 18، هقول سالب 18. السرعة كمية متجهة وكمية التحرك كمية متجهة، فهي لو هي راحت بإشارة موجبة هترجع بإشارة سالبة، الإشارة هنا معناها اتجاه، فهيبقى الناتج 1.8%. طيب هنجيب الدلتا بي، هنقول هنا طبعا الناتج سالب، هيبقى سالب 1.8%. يعني ايه بقى؟ قبل ما معوض انا اقصد ان الدلتا بي عبارة عن بي 2 ناقص بي 1، بي 2 اللي هي سالب 1.8%، وادي السالب اهو اللي هنطرح، وبي 1 عندك ب72%، سالب سالب هتلاقي نفسك بتجمع، وهيكون الناتج عندك 1.8. طيب 1.8 بالسالب، لكن هو مش عايز السالب، مش عايز الاتجاه، عايز المقدار، فانت هتقول 1.8 وخلاص، فتبقى الاختيار عندك رقم د. السؤال اللي بعده، الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين كمية تحرك عدة أجسام على المحور الرأسي والسرعة على المحور الأفقي، تكون العلاقة بين كتل الأجسام الثلاثة. هقولك على معلومة احتفظ بيها لغاية ثالثة ثانوي، لما يكون عندك رسم بياني حاول تجيب الميل وتشوف ايه علاقته بالمطلوب. طيب عشان اجيب الميل اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، يبقى انا هقول البي بيساوي الام في الفي، كمية التحرك بيساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. هتشطب لي على الصادات اللي هي البي، وتشطب لي على السينات اللي هي الفي، هتلاقي معامل السينات هو الميل، فيبقى عندك الميل عبارة عن الكتلة. ايه علاقة الميل بالمطلوب؟ هو المطلوب نفسه، المطلوب الكتلة. طيب هنا مين ميله أكبر؟ يعني إيه ميله؟ يعني الزاوية التي يميل بها الخط على الأفقي، إكس هنا عاملة زاوية كبيرة مع الأفقي، واي عاملة الزاوية الأقل، زد عاملة الزاوية الأقل والأقل مع الأفقي، فيبقى بالتالي إكس ميلها أكبر من واي من زد، فتبقى كتلة إكس أكبر من كتلة واي أكبر من كتلة زد، إم إكس أكبر من إم واي أكبر من إم زد. يعني الاختيار هيكون ألف، بس هكتبها كده، بما إن ميل إكس أكبر من ميل واي أكبر من ميل زد، والميل هو الكتلة، فروح شايلة الميل وكاتبة، يبقى كتلة إكس أكبر من كتلة واي أكبر من كتلة زد، ويبقى عندك هنا الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده، الشكل البياني المقابل يوضح علاقة بين كمية التحرك والكتلة لجسمين إكس وواي، تكون النسبة بين السرعة في إكس على في واي. معاك رسم بياني، هنا كمية التحرك وهنا الكتلة، تعال نطبق نفس اللي احنا قلناه هنا عشان نعرف نجيب الميل ونشوف علاقته بالسرعة. اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، العصادات كمية تحرك بتساوي إم في في، هتشطب لي على الصادات اللي هي البي، وهتشطب لي على السينات الام، هتبقى معامل السينات هو الميل، فالميل عندك عبارة عن في هو المطلوب نفسه. طيب عايزين نجيب في اكس على في واي، يبقى انت هتجيب ميل اكس على ميل واي. طب نجيب ميل اكس ازاي؟ ادام الاكس ده بادئ من نقطة الاصل، هاخد النقطة على النقطة اللي قصادها، فانا هقول ميل اكس عبارة عن 10 على 15، هنعوض عن ميل واي في المقام، في ايدك في المقام، وواي هنا عبارة عن النقطة دي على النقطة اللي قصادها 5 على 10، ادي 5 على 10 مقام المقام بسط، يبقى انت عندك هنا النسبة دي هتطلع معاك 4 على 3، فتبقى الاجابة ج. السؤال اللي بعده، كمية التحرك كمية ايه؟ كمية التحرك كمية مشتقة ومتجهة، مشتقة ومتجهة ج، مشتقة لأنها عبارة عن M في V، إذن هي مشتقة من كميات أساسية. لو أنت جيت كده هتلاقي الكتلة كمية أساسية والV هتفكها لغاية ما توصل للكميات الأساسية، فهي مش ما هيش طول ولا كتلة ولا زمن، ده هي كمية مشتقة، وفي نفس الوقت متجهة ليها اتجاه. وقبل كده حلنا سؤال بقولنا إن إحنا عبرنا عنها بالإشارات كنوع من أنواع تحديد الاتجاه، يبقى هي مشتقة ومتجهة. طيب جسم كتلته M يتحرك بسرعة ثابتة V، فكانت كمية تحركه دي. طيب نكتبها كده كمية التحرك تاني،
البي بيساوي ام في في. ايه اللي حصل بقى؟ قالك فاذا زادت الكتله بمقدار الضعف وزادت السرعه 3 امثال، زادت الكتله بمقدار، خلي بالك هو ما قالكش الكتله بقت الضعف، قالك الكتله زادت بمقدار. الكلمه دي هتقابلك في تانيه ثانوي وهتقابلك في تالته ثانوي، زادت بمقدار، يبقى الكتله كانت ام هتزود عليها هذا المقدار 2 ام، يبقى كده اسمها الكتله زادت بمقدار، يبقى الكتله بقت 3 ام. يبقى هنا مكان الام هكتب 3. طب والسرعه بقت 3 امثالها. طب هو قال لي زادت بمقدار ولا قال لي زادت الى؟ زادت الى، يبقى تكتب 3 بس، 3 في 3 تعمل 9، يبقى كميه التحرك بقت 9 ما كانت عليه، يعني الاختيار د. وتكتب قدام السؤال ملحوظه ان لو قال لك زاد بمقدار غير زاد الى، زاد الى الضعف، تكتبها مثال كده، يعني لو الكتله زادت للضعف تبقى الكتله كانت ام بقت 2 ام، لكن لو زادت بمقدار الضعف يبقى الكتله كانت ام وهتبقى 3 ام، هزود على الام 2. دي على فكره الجزئيه دي مشكله بتقابل الطلبه في ثالثه ثانوي، فلو انت طلعت من اولى ثانوي فاهم الجزئيه دي يبقى انت كده اسست نفسك في منهج الفيزياء. تعال نشوف السؤال رقم 8. سيارتين متماثلتين كتله كل منهما 1500 كيلو جرام تتحرك في اتجاهين عموديين على بعضهما، احداهما في اتجاه الشمال، يبقى واحده تتحرك في اتجاه الشمال بسرعه 25 متر على الثانيه، والاخرى تتحرك في اتجاه الشرق بسرعه 15 متر على الثانيه، فتكون كميه تحركهما الكليه. طيب بالنسبه للعربيه اللي بتتجه جهه الشمال، ما تيجي نجيب كميه التحرك ليها، فنقول ان البي بتساوي الام في الفي، الكتله ما هي ب 1500 والسرعه ب 25، هيطلع معاك الناتج 37500. طيب كيلو جرام في متر على الثانيه، كيلو جرام في متر على الثانيه، ونجيب كميه التحرك للعربيه اللي تتجه جهه الشرق، ونقول ان البي بتساوي ام في في، الام عندك ب 1500 والفي عندك ب 15، يبقى هناخد 1500 في 15، هتطلع كميه التحرك بكام؟ ب 22500. طيب هو طلب منك كميه التحرك لجهه الشمال؟ لا، كنت جبت له الرقم ده. طب طلب منك كمية التحرك جهة الشرق؟ لا، كنت قلت له على الرقم ده. أمال هو طلب منك إيه؟ كمية التحرك الكلية. طب هتخلص كمية التحرك دي ودي وتجيب الكلية بتاعتهم إزاي؟ هنرجع لمعلومة عن المتجهات. لو عندك متجهين وكانوا المتجهين في اتجاه واحد، كنت أنت بتجمع المتجهات عشان تجيب الكلية ليهم، المحصلة يعني. ولو كانت المتجهات في اتجاهين مختلفين، كنت بتطرح عشان تجيب الكلية اللي هي المحصلة. لكن لو عندك المتجهات زي السؤال هنا في حالة تعامد، فانت هتستخدم الجذر التربيعي لمربع ده زائد مربع ده، وبتطلع المحصلة بينهم تميل جهة المتجه الأكبر. طيب هي للحالة دي ولا الحالة دي؟ احنا معنا الحالة الثالثة، فاحنا هنجيب ايه؟ هنقول بي الكلية عبارة عن الجذر التربيعي لكمية التحرك الأولى زائد كمية التحرك الثانية، يعني 22500 الكل تربيع زائد 37500 الكل تربيع، هيطلع معاك الناتج بالآلة الحاسبة 4.4 في 10 أس 4، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم أ. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. سيارة إكس كتلتها، يبقى أنت عندك الكتلة عبارة عن 1500 كيلو جرام تتحرك بسرعة، السرعة دي عبارة عن 108 بس مش وحدة اللي احنا متعودين عليها اللي هي المتر على الثانية، لا تدي بالكيلو متر على الساعة، فاحنا ازاي بنحول من كيلو متر لساعة لمتر على ثانية؟ ناخد 108 ونضرب في 5 على 18، وممكن تكتبها ملحوظة، للتحويل من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية نضرب في 5 على 18، هتطلع السرعة ب 30 متر على الثانية، ادي كده بقت وحدة دولية. طيب وسيارة أخرى، أدام في واحدة تانية يبقى هعتبر الكتلة دي الكتلة الأولى والسرعة دي السرعة الأولى للسيارة الأولى، أما بالنسبة للتانية هبدأ أكتب بيانات جديدة وأقول كتلتها يبقى دي الكتلة التانية 3 طن، الطن إزاي يتحول للكيلو؟ هنضرب في 1000، يبقى الطن في 1000 كيلو،
يبقى التلاتة طن فيهم كم كيلو؟ فيهم 3000 كيلو جرام. تكون سرعة واي بكام؟ عايز السرعة التانية بكام؟ فين الخيط اللي هبدأ منه الحل؟ كمل. يكون بحيث يكون كمية تحرك السيارة اكس، السيارة اكس دي اللي احنا افترضناها بواحد، دي السيارة اكس ودي السيارة واي. طيب بحيث تكون كمية تحرك السيارة اكس 3 أمثال كمية تحرك السيارة واي، دي المعادلة اللي هبدأ منها الحل. هقول انت عندك البي اكس عبارة عن 3 بي واي. البي اكس اللي هي كمية تحرك كتلة في سرعة، يعني ام واحد في واحد، وادي التلاتة مش تنساها، والبي واي عبارة عن ام اتنين في في اتنين، وتعوض ام واحد ب1500 وفي واحد ب30، وادي التلاتة مش تنساها، وام اتنين ب3000 وفي اتنين هي المجهول الوحيد، يبقى في اتنين هساوي البعيد على القريب، يعني 1500 في 30 على 3 في 3000 هيطلع معاك الناتج 5 متر على الثانية، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده. الرسم البياني يمثل علاقة بين الإزاحة جسم كتلته 2 كيلو جرام، يبقى أنت معاك الكتلة باتنين، مع الزمن تكون كمية التحرك بتساوي إيه؟ معانا رسم بياني، نحاول نشوف الميل وإيه علاقته بالمطلوب، المطلوب كمية التحرك. عشان نجيب الميل نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. الإزاحة بتساوي إيه؟ الإزاحة بتساوي في في تي. طيب اشطب على الصادات اللي هي الإزاحة، واشطب على السينات اللي هي الزمن، يبقى الميل هو السرعة، الميل عبارة عن السرعة. ولو قسمت الإزاحة على الزمن وقلت الميل عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، فالإزاحة على الزمن هي السرعة مرة واحدة هي هي. طيب ايه علاقة السرعة أو الميل بالمطلوب؟ الميل لو اتضرب في الكتلة هيبقى معاك كمية التحرك، يبقى كمية التحرك هتبقى عبارة عن الميل اللي بيمثل لي السرعة في الكتلة اللي عندك اللي هي باتنين. طب تعالى نجيب الميل، ادم بادئ من نقطة الأصل، هات نقطة على النقطة اللي قصادها، 18 على 6 فيها التلاتة والكتلة باتنين، يبقى عندك كمية التحرك بستة، 6 كيلو جرام لكل 6 كيلو جرام في متر على الثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي بعده، سؤالين في المقالي. سؤال رقم 11، جسمان كتلة الأول، نكتب كده كتلة الأول تساوي 3 أمثال كتلة التاني، وسرعة التاني يعني في اتنين عبارة عن 5 أمثال سرعة الأول. احسب النسبة بين كميتي تحركهما، يبقى انت عايز بي واحد على بي اتنين، بي واحد اللي هي ام واحد في في واحد، وام وبي اتنين اللي هي ام اتنين في اتنين. طيب تعال نعوض بام واحد على ام اتنين، ام واحد على ام اتنين ما ترجعش فاضي، تساوي 3 على 1. يبقى تاني ام واحد على ام اتنين بتساوي 3 على المعامل اللي هنا 1، 3 على 1 في في واحد اهي على في اتنين ما ترجعش فاضي، هات المعامل ده، المعامل اللي هنا 1 بس ما بكتبش 1 على 5، تبقى النسبة 3 لـ5 هتبقى هي دي الإجابة. السؤال اللي بعده، وضح برسم بياني العلاقة بين سرعة الجسم على المحور الرأسي وكتلة الجسم على المحور الأفقي. يبقى أنت عايز السرعة على المحور الرأسي والكتلة على المحور الأفقي، ونشوف العلاقة بينهم، بس أنت قلت مع ثبوت كمية التحرك. يبقى القانون اللي بيجمع بين التلاتة، بين اللي على الرأسي والأفقي والمطلوب أو المعلومة قصدي مع ثبوت كمية التحرك، إن البي بيساوي إم في بي. في حالة ثبوت كمية التحرك فإن كل مضروب عكسي، كل مضروب عكسي وكل مقسوم طردي، فبين الإم والفي علاقة عكسية، والعلاقة العكسية تترسم كده. تعال نشوف الامتحان رقم 2 على كمية التحرك. بيقول لك الشكل يوضح العلاقة بين الإزاحة والزمن. لجسم كتلته يبقى أنت معاك الكتلة 5 كيلو جرام خلال 30 ثانية، مرسومة قدامك 30 ثانية، أي الفترات التالية يكون كمية التحرك الجسم أكبر قيمة؟ تعال نجيب كمية التحرك خلال الفترة دي، وكمية التحرك خلال الفترة دي، وكمية التحرك خلال الفترة دي. إيه اللي هيفرق؟ مش الكتلة، ما كمية التحرك عبارة عن الكتلة في السرعة،
لما اجي اجيب كمية التحرك في الفترات الثلاثة هعوض بنفس الكتلة اللي هي 5 كيلو جرام. امال السرعة هي اللي هتختلف، لان الميل هنا سرعة، ازاحة وزمن، لو قسمت دي على تي هتطلع السرعة. طيب اجيب ازاي بقى السرعة هنا والسرعة هنا والسرعة هنا، واختار الخط اللي سرعته او الفترة اللي فيها السرعة اكبر، اقول ان كمية التحرك فيها هي الاكبر. فيبقى تعال نجيب السرعة أثناء الفترة اي بي. انت عندك خط اهو، تعال نجيب من الخط. فانا هقفل المثلث بحيث يكون الخط او المرحلة اللي بنتكلم عنها وتر في هذا المثلث، واجيب فرق الصادات على فرق السينات. هو الضلع ده ماسك من كام؟ من 0 لـ25، يبقى 25 على الحتة دي كام؟ بص بقى، لما يكون عندك مربع، ادي مربع 2 3 4 5 6، عندك 6 بلاطات، 6 مربعات، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، اللي نهايتهم 30. يبقى كل مربع من دول بكام؟ كل بلاطة هنا بكام؟ كل بلاطة بـ5. طيب تعال نشوف، 5 و5 ادي 10، ادي 15، ادي 20، ادي 25، ادي 30. يبقى فعلا تعال نعد هنا، 0 يبقى هنا 5، يبقى هنا 10، يبقى هنا 15، يبقى هنا 20، 25، وادي 30. تعال نجيب الميل في المرحلة دي ونقول 25 على 10، 25 على 10 تبقى 2.5 متر على الثانية، دي السرعة. طب السرعة في خلال المرحلة بي سي هتبقى بـ0، لأن هنا الجسم ساكن ما غيرش مسافته عن 25. طيب خلال المرحلة بي سي بي أو سي دي سي دي هنحاول نخلي الضلع ده وتر في مثلث ونشوف فرق الصادات على فرق السينات. الضلع ده ماسك من فين؟ من 25 لحد 0، يبقى نقول 0 ناقص 25، وده كام؟ من 25 لـ3، ده مربع، يبقى الناتج هيبقى -5 متر على الثانية. مين أكبر رقم؟ 2.5 ولا 0 ولا 5؟ الـ5 أكبر. طب والسالب؟ مجرد اتجاه، يعني السالب مش بيدل على إنه مقدار قليل، لا خالص، السالب بيدل على إنه غير اتجاهه، لكن كقيمة كمقدار هتقارن ما بين الـ5 والـ0 والـ2.5، ليصبح السرعة في الفترة نين أكبر ما يمكن، الفترة سي دي، وبالتالي كمية التحرك خلال سي دي هي الأكبر، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم جي. طيب عايز كمية التحرك في خلال الفترة بي سي، أداء السرعة بـ0 تبقى كمية التحرك هي كمان بـ0. طب كمية التحرك في الفترة اي بي، في الفترة اي بي هنقول كمية التحرك عبارة عن الكتلة في السرعة، الكتلة ما تغيرتش عن 5، والسرعة هختار سرعة في الفترة اي بي اللي احنا جبناها بـ2.5، يبقى الناتج 12.5 كيلو جرام في متر على الثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. تعال نشوف السؤال رقم 4، جسم كتلته 2 كيلو جرام يتحرك في مسار دائري على مستوى عديم الاحتكاك بسرعة ثابتة في المقدار، فيكون مقدار التغير في كمية تحرك الجسم من النقطة K إلى النقطة L. طيب يعني إيه مطلوب؟ يعني دلوقتي عند النقطة K الجسم له كمية تحرك، وعند النقطة L الجسم له كمية تحرك. هات كمية التحرك في الحالة الأولى وهات كمية التحرك في الحالة الثانية وطرحهم من بعض عشان تجيب مقدار التغير. طيب تعالوا نبدأ، نجيب البي عند النقطة K، هنقول ان في في الكتلة بـ2 والسرعة بـ15 هتبقى 30 واتجاهها جهة الشرق. طيب والبي عند النقطة ال، هنقول الكتلة اللي هي 2 في السرعة اللي هي 15 بس هتبقى 30 بالسالب، لان لو اعتبرت ان الشرق بالموجب يبقى الغرب بالسالب، ولما تيجي تجيب التغير في كمية التحرك هتقول البي ال 2 ناقص البي ال 1، يعني -30، وادي الفرق عشان نطرح، والقيمة الأولى 30 تطلع -60، -60 بس هو عايز المقدار مش عايز الاتجاه، فنقول له 60 بس، فيبقى الإجابة رقم ب. سؤال رقم 5، الرسم البياني يوضح العلاقة بين الدلتا بي والزمن.
لجسم كتلته يبقى انت معاك الكتلة 5 كيلو جرام. إذا كانت سرعة الجسم الابتدائية يبقى الـ VEI بـ 12 متر على الثانية، عايز سرعته عند نهاية الثانية السادسة. نهاية الثانية السادسة يبقى هو عايز الـ VF بعد 6 ثواني. طيب تمام، هنجيب الـ VF إزاي؟ من معادلة من معادلات الحركة. طيب هل إحنا معانا العجلة؟ لا مش معانا العجلة. طب نحاول نشوف الميل ممكن يخدمنا في موضوع العجلة ولا لا. تعال نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. احنا عندنا الاف القوة من قانون نيوتن الثاني بيساوي دلتا بي على دلتا تي. لو حبيت تبدأ بالصادات يبقى دلتا بي هتساوي اف في تي. تعال نشطب على الصادات اللي هي دلتا بي ونشطب على السينات اللي هي التي، هيبقى معامل السينات هو الميل. يبقى الميل ممكن استفاد منه ان اجيب القوة، بس انا مش عايز القوة، انا عايز العجلة. طب ما هو الميل ممكن اقول ان عبارة عن ام في ايه، يعني اعوض على القوة بانها ام في ايه واجيب من هنا العجلة. طيب الميل هناخد نقطة على النقطة اللي قصادها، 40 على 6، ادي 40 على 6 بتساوي الكتلة عندك بخمسة والعجلة مجهولة. عايزين العجلة في طرف، هنقول ان العجلة بتساوي الطرف المتصل 40 في 1 على 5 في 6 ب30، دي هتروح مع دي يبقى العجلة ب4 على 3. تعال بقى نجيب السرعة النهائية، هنقول الـ VF بتساوي الـ VI زائد الـ AT. الـ VI عندك بـ 12 والعجلة جبناها بـ4 على 3 والزمن 6 ثواني، وبالتالي على 3 فيها الواحد هنا فيها 2، يبقى أنت عندك 12 زائد 8 هيكون معاك الناتج 20 متر على الثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي بعده، الرسم البياني يوضح العلاقة بين كمية التحرك والسرعة لجسمين 1 و2، تكون النسبة بين كتلتي الجسمين M1 على M2 بتساوي ايه؟ طيب زي ما احنا اتفقنا نحاول نجيب الميل ونشوف علاقته بالمطلوب بالكتل. اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، البي بتساوي M في V. اشطب على الصادات اللي هي البي واشطب على السينات اللي هي الفي، معامل السينات هو الميل، علاقته بالمطلوب هو المطلوب. يبقى انا لو عايزه M1 على M2 هجيب ميل تان واحد او على تان سيتا 2، يعني الميل هو تان الزاويه. طيب سيتا 1 على سيتا 2، الخط الاولاني زاويته كام؟ 30 و30 60، يبقى احنا عايزين تان 60، والخط الثاني بيميل على الافق بزاويه كام؟ 30، يبقى تان 60 على تان 30 يطلع 3 لـ1، يعني الإجابة هتكون رقم ج. السؤال اللي بعده، كثف جسم كتلته 1/10 كيلو جرام، يبقى أنا معايا الكتلة 1/10 كيلو جرام بالوحدة الدولية رأسيا إلى أسفل، يبقى هو بيسقط إلى أسفل بس مش بيسقط، عشان أقول السرعة الابتدائية بصفر المرة دي حد حدفه فاداله سرعة ابتدائية قيمتها 10 متر على الثانية، يبقى الـ VI ب10 متر على الثانية، فاصل الأرض بعد مدة اللي هي الزمن 3 ثواني، فتكون كمية تحركه لحظة اصطدامه بالأرض بتساوي قد إيه؟ وجيب لي قيمة العجلة، عجلة الجاذبية 10. طيب عشان نجيب كمية التحرك عايزين نضرب الكتلة في أنهي سرعة؟ السرعة هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا السرعة هنا لحظة اصطدامه بالأرض، يبقى أنا لازم أجيب الـ VF لحظة التصادم بالأرض. طيب هجيب الـ VF إزاي؟ من معادلة من معادلات الحركة. تعال نجيب المعادلة الأولى، نقول الـ VF بتساوي الـ VI زائد الـ GT. الـ VI عندك ب10 والعجلة ب10 والزمن 3 ثواني، يبقى أنت معاك 10 و3 في 10 ب30، يبقى الـ VF ب40. تقدر بقى تجيب لي كمية التحرك، تضرب لي الكتلة اللي هي 1/10 في السرعة النهائية اللي هي 40، يطلع الناتج 4 كيلو جرام في متر على الثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي بعده، جسم كتلته ام يتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، فكانت كمية تحركه ب، شايف الفصلة دي؟ الفصلة دي بيضعها وضع الأسئلة كنوع من أنواع التوقف عند قراية السؤال، تجيب حاجة من المعطيات اللي قبل الفصلة، فهنا الفصلة دي لغة بين وضع السؤال واللي بيمتحن، فنتوقف هنا ونحاول ان احنا نكون معادلة. هي البي بتساوي الام في الفي، كتلته ام، سرعته 5،
كده خلاص خلصت المعادلة ونسميها واحد، دي الحالة الأولى. طيب فإذا زادت سرعته، طبعا أنت كده دخلت على حالة تانية، ل 36 كيلو متر على الساعة. إحنا عايزين نجيب السرعة بالمتر على الثانية، فنقول السرعة عبارة عن 36 في 5 على 18 عشان أحولها المتر على الثانية. هنا فيها الواحد فيها الاتنين تبقى 10، يبقى كمية التحرك التانية عبارة عن الإيه بقى؟ السرعة اللي هي 10 في مين؟ مع ثبات الكتلة، يبقى الكتلة هديناها زي ما هي إم، بس السرعة مش هتبقى 5، السرعة هتبقى 10، آدي ال10. طيب المطلوب عايز كمية التحرك اللي هي جديدة قد إيه من القديمة من البي، فأروح أنا قايلة دي المعادلة التانية وأقسمهم على بعض وأقول بي على بي 2، هتساوي الكتلة هتطير مع الكتلة، وأدي 5 على 10 على 5 فيها الواحد على 5 فيها الاتنين، يبقى بي 2 في 1 ببي 2 وبي في 2 ب2 بي. يبقى انت هنا هتختار ان كمية التحرك بقت الضعف، يعني اختيار الصحيح هيكون ألف. السؤال اللي بعده، جسمين كي و ال يسقطان سقوطا حرا، ده معناه ان الجسم كي سرعته الابتدائية بصفر والجسم ال سرعته الابتدائية بصفر، ده بقى لي سقوط حر من ارتفاعين مختلفين كموضح بالشكل. فإذا علمت أن كمية تحركهما لحظة ملامسة الأرض متساوية، كمية تحرك ده هنا وكمية تحرك ده هنا متساوية، عايز النسبة بين ام كي ل ام ال، فين الخيط اللي هبدأ منه الحل؟ المعادلة هتتكتب من هنا، كمية تحركهما لحظة ملامسة الأرض متساوية، فأنا هقول بي كي هتساوي بي ال. هفك بي كي، هقول إن كتلة كي في سرعة كي النهائية في اف كي هيساوي كتلة ال في سرعة ال النهائية. طيب احنا دلوقتي عايزين نسبة بين ام كي ل ام ال، ام كي على ام ال، يبقى ام كي على ام ال ما ترجعش فاضي، هتساوي في اف ال على في اف كي. طيب يبقى انا دلوقتي محتاجة اعرف السرعة النهائية ل ال هنا والسرعة النهائية لكي هنا علشان خاطر أجيب النسبة. طيب تعالوا كده نستخدم المعادلة التالتة، اشمعنى التالتة؟ معاك مسافة وطالب الفي اف، فيبقى تقول الفي اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 جي دي. طيب انا هتكلم عن البسط اللي هو ال، فاقول الفي اف تربيع بتساوي الفي اي تربيع بصفر، يبقى سيبك منها والزائد نعوض بالاتنين على طول، ادي الاتنين والجي ب10 والدي عندك ب80. تمام، هنقول كده صفر وصفر ادي صفرين، صفر في صفر يعني هنضرب بالآلة الحاسبة، 2 في 8 ب16، يبقى دي الفي اف تربيع. طيب يبقى ناخد الجذر، يبقى الفي اف هتساوي جذر دي هتبقى 40، ادي 40 ماشي. طيب نجيب ال في اف تربيع لل المقام بقى، هنقول في اي تربيع اللي هي بصفر مش هنكتبها، زائد 2 جي دي، ادي الاتنين والجي ب10 والدي ب60. طيب ادي صفرين و2 في 6 ب12، هناخد الجذر، هيبقى عندك هنا جذر ال 12، ممكن نقول ال 12 دي عبارة عن 3 في 4 في ادي صفرين اهو في 100، هناخد جذر دي هتبقى 2 جذر 3، وهنا ادي صفر، انت احسبها بالآلة الحاسبة، 20 جذر 3، دي ال في اف التانية. طيب نقسم بقى، نيجي هنا نقول 40 على 20 جذر 3، دي هتطير مع دي، على 2 فيها الواحد فيها الاتنين، يبقى 2 على جذر 3، ندور عليها في الاختيارات، ممكن مش نلاقيها او هندور عليها الاول، اهي 2 على جذر 3 موجودة. انا اقصد اقولك لو مش لقيتها تضرب في جذر 3 على جذر 3، بس احنا لقيناها، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال اللي بعده، كرة كتلتها 2 كيلو جرام، يبقى معاك الكتلة، يبقى الكتلة ب2 كيلو جرام تسقط سقوطا حرا، يبقى الـ VI بصفر بعد اي مسافة، لتكون كمية تحركها الـ B ب11 كيلو جرام في متر على الثانية. طيب كنت مثلا السؤال كان يبقى أفضل لو يقول لك بعد أي مسافة تكون سرعتها، بمعنى إيه؟
بمعنى ان انا عايزة الجأ لمعادلة من معادلات الحركة الثلاثة، فما فيش معادلة منهم بتتعامل مع كمية التحرك. فانا لو اعرف السرعة اقدر اجيب منها المسافة. طيب ما احنا ممكن نعرف السرعة ازاي؟ مش انت عارف كمية التحرك؟ طب ما كمية التحرك اللي انت عرفتها دي عبارة عن M في V، كمية التحرك ب11 والM ب2، واقدر اجيب السرعة اللي تحقق لك ال11. السرعة دي هتساوي 11 على 2 فيها ال5.5. طيب يبقى انت بقى معاك السرعة اللي انت وصلت ليها 5.5، مع ان سرعتك في الاول كانت بصفر. يبقى معاك الفي اي ومعاك الفي اف، وتقدر معاك من هنا العجلة اللي هي 9.8، تقدر تجيب من هنا المسافة. هنستخدم انهي معادلة؟ المعادلة التالتة اللي هي في اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 جي دي. هتعوض عن في اف ب5.5 كل تربيع، والفي اي بصفر مش تكتبها ولا الزائد، عوض على طول ب2، والجي ب9.8، والدي اعتبرها مجهولة. تبقى الدي بتساوي 5.5 كل تربيع على 2 في 9.8، البعيد على القريب. هيطلع معاك الدي ب1.5 متر. 1.5 متر ده الاختيار رقم دي. سؤال مقالي: علل ليه كمية التحرك كمية متجهة؟ لأنها حاصل ضرب الكتلة وهي كمية قياسية في السرعة وهي كمية متجهة. وممكن أقول لأن يلزم لتعريفها تعريف تام معرفة مقدارها واتجاهها. طيب السؤال بعده: ليه كمية التحرك لجسم ساكن بتساوي صفر؟ هقول له تبعا للعلاقة ان البي بتساوي ام في في، فالجسم الساكن سرعته بصفر، وبالتالي فيصبح هذا المقدار بقيمته بصفر. السؤال اللي بعده: كثف جسم بزاوية كان موضح بالشكل وكان اكثر ارتفاع ليه عند النقطة سي. خلي بالك ان الجسم ده لما بيكثف بزاوية انت ساعتها بتبقى المركبة او بتبقى السرعة بتتحلل لمركبتين، مركبة الافقية والمركبة الرأسية. في البداية الـ VI جاية بزاوية فبنحللها لـ VIX و VIY، وبعد كده بتوصل هنا VF بنحللها لـ VFX و VFY، وهنا بنحللها لـ VFX و VFY، لحد ما نوصل عند أقصى ارتفاع بيبقى معاك VFX، لأن الـ VFX دايما ثابتة أما مش معاك VFY. يبقى أنهي سرعة بتنعدم عند القمة هنا؟ هنا السرعة المركبة الرأسية للسرعة هي اللي بتنعدم، لكن الـ VFX موجودة، وبالتالي مش من حقي إن أنا أتكلم على إن السرعة هنا بصفر، لا، السرعة هنا ليها قيمة. فلما يقول لي هل تنعدم كمية تحرك الجسم عند أقصى ارتفاع؟ هقول له لأ، لأن أنت عندك عند أقصى ارتفاع توجد VFX ولكن تنعدم الـ VFY فقط، ففي قيمة لمحصلة السرعة وبالتالي في قيمة لكمية التحرك. طب السؤال اللي قبله: حدد نقطتين بيتساوى عندها مقدار كمية التحرك. هختار نقطتين في مستوى أفق واحد، يعني النقطتين دول في مستوى أفق واحد يبقى السرعة هنا قد هنا، والنقطتين دول في مستوى أفق واحد السرعة هنا قد هنا، والنقطتين دول برضو، والنقطتين دول برضو، بس هو عايز نقطتين اتنين، فأقول له عند الـ A والـ E.